مرحبا بكم مستمعينا، هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري. مرحبا، تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك لاباج اي اف ام. مرحبا بك. ملا يسير اكسبريس، مرحبا بك. يطلع منك يا ستورة، يطلع منك يسير. شنو عم ستار ملوينكم سيدي؟ هاني هوني لما نمشي وكال الحاجة البريمة يا ستورة. دي الفونتون وصلوه كأنه خارج توا من الفور. عليه هاكا توا مش حتى مالاش بالك عملها كيفاه. ويسير اكسبريس لابليكاسيون موبيل دو ليفريزون دو روبا على كاليتي دو سيرفيس. اي بعد دقايق ملي عملت الفاليداسيون تاع الكوموند وصلوا لنا كيما ترى. والفوندون تقول راجل في احسن الظروف توا خرج. اي ذايب ذايب زبده. توا مع يسير اكسبريس ما عادش نحيروا وما عاد حتى شيء على الابليكاسيون. تلقاوه كل تلقاو كل شيء، شوا كبير من ريستورانات حسب الاذواق الكل في برشا ولايات كيما صفاقس والمستير وسوسه وبالطبيعه تونس. حاجه اخرى عجبتني في يسير اكسبريس، كل نهار تفرح بالكليون تاعها في ريدكسيون 50%. تخلط شارجي يسير اكسبريس وكمان دي اعز ما تتمنى من 11 نتاع النهار ل 11 نتاع الليل. سيدي يستوره يسير اكسبريس ياسر هبال ياسير هبال يا رب. شكرا، ميرسي شادلي، ميرسي عبد ستار، ميرسي لي ليفغور نتاع ياسير فود. شكرا، انا عندي برشا احترام للناس اللي هما يليفغ الماكله للعباد وفي نفس الوقت معناها معرضين لكل شيء، في سخانه في شتاء في شكون باش يقابلوا شكون ما يقابلوش. ساعات العواج نتاع الكليونات غالبا ما يعملوا خدمه مزيانه. احنا كليونات سماحه، احنا كليونات باهي. لي ليفغور دو ياسير ميرسي بوكو على الخدمه نتاعكم. شكرا، ميرسي. شكرا، يلا يا فما فو ترافيك. حاضر وسيم، وسيم يلا جينجل وتفضل. يلا نبدلوا البقعة. اي اف ام انفو ترافيك. مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا على اي اف ام، احلى راديو. تعطيل كبير في الحركه المروريه نيفو رون بوان باب سعدون، وكيف كيف على الجي بي زيت الحركه مازالت رزينه نيفو سان كليمون، ويتواصل التعطيل في حي الخضرة ويوصل حتى نيفو شرقيه 2، والحركه ثقيله في شارع ياسر عرفات نيفو تيرمينال 2، وعلى لوتوروت ا 1 السيركيلاسيون معطله للناس اللي ماشيه في اتجاه سوسه نيفو حي النور. ونمشيو لسوسه وين نلقاو شويه تعطيل في الجي بي ان نيفو حي الجوهره. اما في صفاقس امبوتياج كبير في شارع الشهداء نيفو باب الجبلي. سينو الحركه خفيفه وعاديه في بقيه الولايات. فينا المونتوم اللي تسمعوا فينا على اي اف ام، تنجموا تفعلوا معنا على الجروب فيسبوك اي اف ام انفو ترافيك، ولا تكلمونا على 58 550 711. ان شاء الله ثنيتكم زينه وطريق سلامه الناس الكل. IFM تحط على ذمتكم إذاعة جديدة خاصة بالجي سي سي، راديو جي سي سي باي IFM 93.5. عيشوا جي سي سي، تفاصيل كواليس حكايات السينما 24 ساعة على 24 ساعة على 93.5. راديو جي سي سي باي IFM، اسمع السينما. حراير اليوم مش حراير البارح، حرة اليوم تقولك فيتفي وحرة البارح تقولك سلة سلة. هو صحيح البنيديات وليديات متسمية على الميمة، أما التصنيف يقعد سر وحكارات. وحرة البارح واليوم بتومات كونسنتري دو كارتاج تجمعهم البنة، تومات دو كارتاج الماكلة ليديات والبنة حكارات. جبن غابي قيصر جديد هو جبن قيصر الأصلي بجودة وخبرة سنين كيما عرفتوه وحبيتوه. غابي قيصر أميكس 100% إيمونتالي غودا من المر رابينيهم باش يعطيونا بنة لفغي فروماج. غابي قيصر يذوب في كل بلا، في لازانيا ولا طاجين ولا فوق مقرونة. غابي قيصر بالرسمي جبن. اكتشفوا زيدا جديد القيصر فخوماج ايمونتالون كوب بنين ومقصوص حاضر بيش. قيصر بنة تعيش معنا. البنك العربي لتونس ATB يجيكم اليوم بروح جديدة. Avec une nouvelle vision وبطموحات كبيرة. Un nouvel élan pour l'écoute, le dynamisme et le partenariat. هدفنا نرافقوكم باش نواجهوا التحديات مع بعضنا. Suivez notre nouvel élan sur ATB.tn ولا اتصلوا بأقرب فرع ATB.
عايرش تاكل في البيرو ولا في الدار، الابليكاسيون موبيل ياسير اكسبريس توصل لك اللي تحب وتشتي وين ما انت بسامبل كليك. في تونس، سوسة، مستير ولا صفاقس، ما عليك انت تختار الريستوران بعد ما تريشارجي الابليكاسيون، ونحنا نوصلوا لك الماكلة اللي ديك من 11 متاع الصباح لل 11 متاع الليل. وما تنساش مع ياسير اكسبريس عندنا دي زوفر اكسكلوزيف اكسبسيونيل جمعة كاملة 7 sur 7 اليوم وكل نهار اربعة. تمتع 40% من عند أوبو و 30% من عند تاكوس شنب على كل كوموند على الابليكاسيون. فاش تستنى؟ تيليشارجي ياسير اكسبريس وشيخ بالزوفر. ام جي تحفلها كادوات وبروموات الجمعة هذه. دنتيفريس ناتوريل 75 مليليتر سينيال ب 3 دينارات و 550 وتفضل زوز دينارات و 740. اوفر اكسكلوزيف ام جي. وما تنساش باش تعدي الكارت فيت في الكاسة باش تكون واحد من الربحين الجمعة هذه. كل يوم راسين كاري جديدة على اي اف ام من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. كيما استنستوا معانا ستوريات عبسة ترعمام وكل يوم تتابعوا معانا ستة متاع العشية من الاثنين للجمعة في أوريجينال يفام الكونسبت جديد 100% ديجيتال دو يفام ستوريات عبسة تر على الباج فيسبوك راديو يفام على اليوتيوب وعلى السيت يفام.تن. اليوم عبسة تر يحكينا على تي جي ام. يلا رجعنا في راسين كاري. أسألتي متواصلة وسؤال يقول: شكون المخرج الفرنسي اللي من أم قبيلية وأب غجري واللي يخرج فيلم إكزيلز 2004؟ هو توني غاتليف. مرسي إبراهيم. اسمه توني غاتليف، اسمه الحقيقي أبو عالم دحماني، هو مخرج وسيناريست وكمبوزيتور وممثل أم قبيلية ومنتج فرنسي. تولد 48 في ألجي الجزائر العاصمة. عاش طفولته غادي وبعد جاء لفرنسا وغادي وين بدأ يتوجه للفن المسرحي كممثل قبل ما يوسع نشطه. من الأفلام اللي أخرجها لا تيرو فونتر 78، لي برانس 83، رو دو ديبار 85، بلور با ماي لوف 89، وغيرهم من الأفلام سوينغ 2001 وغيره. 2015 كرموه المسؤولين على المهرجان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط. عام 2001 ربح سيزار أحسن موسيقى مكتوبة لفيلم عن فيلم فينغو. خذ بري دو لا ميز ان سين في مهرجان كان عن فيلم إكزيلز وبرشا جوائز أخرى. أنا عندي علاقة خاصة به، تلاقينا في فيلا دو كوندي. في فيلا دو كوندي هي مدينة في البرتغال في مهرجان، وكنا الاثنين مع بعضنا في لجنة تحكيم وقت لا كوب دو موند اللي في الفينال لا فرانس البرازيل. اي 98. تعرف اللي في البرتغال الناس كل تحب البرازيل. فريق جاني توني قال لي حب فرنسا. لا خلينا نعملوا باريه هما الدم. شكون يربح؟ خاطر الناس كل باش تتفرج على الفينال وقتها. دونك قدمنا حفل اختتام للفينال، دمينا برشا فلوس للباري، وانا كنت شدد الكسر. لكن بعد ما تعرف السهريه معناتها نسيت الناس الباري، وباش ما باش نقسموا. دق عليا الخمسه نتاع الصباح قال لي وين ماشي الفلوس هذاك هات الصوارد. بالحق شاد ربحت فرنسا وقتها ربحت فرنسا، واحنا مش برشا جاو مع فرنسا. اي خاطر البرتغال اي مونتون مهم وقتها، معناها كان الواحد يلعب في الكازينو ما يربحش المونتون هذاك. تحيه توني غاتليف. وانت شكون حديد فرنسا تربح بالطبيعه؟ انا حديث فرنسا وقتها بيان سور. اي ان توكا يعني با صعيب التكهن ان توكا، ولكن فرنسا في الصباح سهل. اي نهار الفينال هذاك علاش؟ خاطر رونالدو مش تضرب شو حقاني رونالدو البرازيلي. رونالدو اي انا بالنسبه لي انا ينقلب رونالدو دا سوزا دا ليما تخلص بيتار ولا الى يو اماليز وما يعرفوش كرش، والبرازيل كلها دخلت بعضها انهارتها معناتها. دونك اما موسيقيا انسان عظيم جدا معناها في الموسيقى نتاعو، معناها الاختيارات الموسيقيه نتاع الافلام. اي هو بيدو اللي كومبوزيتور. يعني نقعدوا في الفن، شكون الفنانه اللي عاشت ما بين 1905 1966 كانت من اشهر المطربات؟ ما تجاوبش عبد الستار. التوانسه في القرن العشرين حتى نعرفها قالوا كانت عندها شعبية كبرى، غنيت بالعربي بالفرنسية، ديت في فرنسا في المغرب، غنيت زيدا في تام تام المكان اللي كان يسير بوردة الجزائرية هي لويزا تونسية مع الشيخ العفريت. غنيت برشة ثنائيات
ممكن اشبر حبيب اشهر شري حبيتك شبيك غضبانة من غنيتها زادة على باب دارك شفتك مرة خذوا الدنيا باللي فيها وغيره للتوضيح على باب دارك ما هي شغنية هي مدحة صوفية هي من أصعب النوبات الصوفية على الإطلاق معناها على باب دارك نصب المحلة على السيدة أم جزين الجمالية من أصعب النوبات نتاع الصوفية وهي أدتها ببراعة ترعب وتسجيل زاد غريب معناها خاطر مرة توا 3 أو 4 سنين عديته فما شكون سمعوا من الموسيقيين يقول لي كيفاش تسجل معناها في الخمسينات في أواخر الخمسينات هي كبيرة وقتها في العمر عندها صوت مميز وهي مزيانة هي في ذاتها مزيانة وصوتها ياسر مزيان زوجها كان عازف يعزف البيانو يعزف المندارينا وكان يلحن لها بعض الالحان وهي بتبيع مال للعلم هي من الطائفه اليهوديه من الطائفه اليهوديه لكن ما عندهاش اللكنه معناها لسانها مطلوق معناها ما عندهاش لحن الحرف جميله في ذاتها بالفم انا شفت دي فيديو راه مقدم فما في اليوتيوب هي ميزه تونسيه التسجيل نتاعها موجودين صوتها ياسر مزيان حتى في الاذاعه بعض ديسكوات وصوتها ياسر مزيانين والغنيات اللي مختارين انا راهم توا معاصرين ينجموا ليش شفتك مره متعديه على الباب دارك شفتك مره متعديه عودتها نبيها كراوي في القنطره هذيك انت حي شفتك مره متعديه يلا 90% من الاسانسور في تونس معطلين على العمل ومهمشين نقصين انترتيان وي تستوجب التغيير اما الكل ولا تغيير اغلب القطاع غيارها اغلب المصاعد في المؤسسات العموميه في حاله اهتراء حسب مين ميل الغرفه الوطنيه للمقاولات ومقاولات المصاعد نوف الغزي 90% من المصاعد تستوجب التغيير الكلي ولا تغيير اغلب قطاع غيارها وقال لي حوادث المصاعد والفيات تتكرر كل عام فما منها ليوصل للاعلام وفما اللي لا جست احب اقول حاجه هوني انه المصاعد اولا احنا ما نكونوش الناس اللي يقراوا كيف يصلحوها اساسا دونك لازم الناس يتكونوا باش انه نجموا يصلحوها يعني نعرف انه الناس يجي من برا باش تكون الناس باش انها تنجم تصلح اسانسور ثاني حاجه لا كاليتي كيما بالنسبه زادة اللي هي عديد الحاجات اللي هما لي زيكيبمون اللي يتحطوا في الديار مثلا ابدا باللي بورت بلاندي مثلا نقول لك اكزامبل بورت بلاندي تنجم تشريها ب 3000 دينار من فما في العالم سلعه ممتازة سواء الإيطالية ولا الإسبانية ولا حتى فما خير منها ولكن تجيب دي كاليتي أقل وأساسا هي الكاليتي التركية ترقى أنه البورت بلاندي اللي انت شريتها بزولين ونص ولا 3 ملايين بعد عامين ولا 3 مثلا صدد الحديد مثلا اللوح يولي بالماء يولي تنفخ وهذا معناها شو معناها الكاليتي كي تجيب كاليتي معناها متوسطة نص الباس هذا هو المصير بتاعها بالنسبة للاسانسور كيف زاد نفس الشيء سامي انت صحيح ما نقول نزيد عنصر ثالث انه غالبا هذا ان ديفو في عندنا احنا وفي الشركات ولا حتى الخواص بعد ما يفوت لو كونترا دو غارونتي لك الكونترا دو مانتونونس حد ما يعملوا يقول لي اوبليغاتوار خاطر ماهوش اجباري لا يقول لك انت عندك اسانسور عندك غارونتي باش يقعد لك مثلا عامين ولا 3 غارونتي بعد راه فما امكانيه ان انتروتيان ريغولي وحتى السوم يكون اقل انتروتيان لا ما يتيحهم بان اكزاكتومون لا ما يتيحهم بان باش نجيبوا له صلاح وهذا راه مش على الاسانسور الكل على كل لي زوتر هذاك اش قال لك البيبان وكل شيء السباب شوف السباب معناها السباب معناها تلقى تشريها محلاها وكل شيء مديده انا ماذا بيا اللي قالوا سامي تكون عباد بيان سور فما وزارة التكوين المهني علاش ما تحلش فرع كامل يعني فما ولا سيرتيف كامل كيما يتكونوا في البلومبري ولا في البلومبري ولا في اللوح ولا في النجارة في يعني لونتريتيان نتاع المصاعد احنا بالنسبة للتكوين المهني واللي هو ترقى مرة عملت حصة على التكوين المهني ترقى مثلا وين يصلحوا وين ربما لي جون ينجموا يتعلموا يصلحوا المناقل مسكر من سنوات اي ما عاد ايش تفسر هذا وين مناقل ما عاد ما عادش كون ينجم يصلحها انا اللي بلومبي يسعد باش تلقاه انا اللي عماني توا سامي سامحني ابراهيم تفضل سي سامي اللي باش تفضل كيفاش تصلح حاجه ما عادش كل العباد معناتها اللي يصلحوا ما عادش ياخذوا لابين
معناتها ياخذوا شويه جهد باش يصلحوا القطعه. يقول لك هذا يتبدل كلها معناتها ريتك اللي كان هكا يدز شويه خاطر التكنيسيا محتمل راي هو لو سافوار فير. نفس الشيء بالنسبه لل تتصلح. نفس الشيء راك كل شيء يلزم كامل وتتكلف نفس الشيء. هذه الاجابه تلقاها في التليفونات تلقاها في التليفونات السمارت فون في اغلب الاوقات. يقول لك لا لازم هذايا لا في الشهر بتاعو الشهر كامل لازمك تشري كارت مير كل كارت مير لازمك تشريها. التجربه هذه صارت لي يعني انه قال لي بدل مع شنو مشيت في بلاد اخرى بلاد اخرى صلحت القطعه لانه هو ماهوش متكونين في هذايا لا في شهر بدلته لا 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 قال لي قطعه معناها تقول لك هنا ب 300000 تلقى غادي تمشي تصلحها ب 15 يورو. الفرق هذا الكبير باش يتفسر بانه السيد هذاك ماهوش متكون انه ينجم يصلح عنده حانوت هو يحب راه يحب يتكون ماذا بيه يعرف انا خدمته ما يرقاش فين ما يرقاش فين كيما المناقل كيما اللي زاسونسور شكون يصلح حتى حد فهمت يعني سي سا لو بروبليم بدل الموتور الكل في مقعد وزيد فما فساد صاحبي راه هو راه في التكوين المهني تي ليه اساسا هو مشكل تكوين يعني. لازم نخلقوا اليه نتاع بعد التكوين المهني ومش يمشي بالدبلوم ويلزم نعاونوا الشباب بور سي ميتي لا اسكو مونت لور انتربريز على خاطر تي ليه راهو سي رونتابل راهو سي رونتابل فما بلومبيي جا عمل هكا اي خدا مع الشو والمفاتح وغيره لا فما حاجه اخرى زاد صحيح ممكن يسد تقول لي انت انه يتعلم الصنعه هذه وكذا لكن زاد المتابعه للريسيكلاج على خاطر الدنيا تتطور قاعده معنى التليفون المناقل مثلا عندنا المناقل اللي قد بالمنقلب الزمبريك اي اما كنت الدنيا تطورت ولكن مع عادش فما دي جان يصلح غالبا ما تلقاه جان بوه مناقلي اكرهو ما فماش واحد انه يتكون باش يولي مناقلي سان اكزيست با ولا زاد يصلحوا تلافز كانوا قبالك تلافزك البوكرش هذمك نتاعنا نتاع احنا باهي كارتاج حتى الفينات توا البلازما والليد شكون يصلح فوالا يلزم غوسيكلاج باش السيد هذاك يعرف سكر مسيغ صلحت تلفزك البوكر سكر خاطر تلفز هذوكم في طريق الاندثار هما قطعه من التاريخ البلاد اي ما نحكيو احنا اللي يحتاجوا كل يوم مازال تخدم مازالوا فما تلفز تخدم من واري بلون وتعدي يعني الكولور بتاع تونس عندي واحده تحب نبيعها لك لا تمشي تخدم يعني تنجم تخرج في التلفزه نبيعها لك لا نعرفك مغروم بالانتيكا وتلم وكذا عملها ديكور وحاط عليها مزهريه وتصويرتك هكا وانت شايف كلمه صنعه بوك لعيرو كانت عندها معنى عندها قيمه عندها قيمه معناها اذا كان وصلنا باش يكونوا عندنا لي جون سون فيغ باش يقولوا انا ولد شواشي والاخر يقول انا حداد والاخر يقول انا نجار وعائله حريريه اليوم ما عادتش يقول لك انا باش نتعلم ان توكا الناس اللي تحب مثلا في مخها انه نهار تعيش على ترونجي وهذه نصيحه لوجه الله الناس مثلا لي جون راهو كي تتعلم صنعه باهيه حتى كي نهار اخر تحب تحرق ولا تسافر ولا تكمل قرايتك وتمشي تعيش في الخارج راهي فالابل وراي تجيب لك برشا فلوس تصيب هاي يعني مازال الغرب يقدر صنعة اليد ويعتبرها حاجة سختو كي تكون مكدودة بالكدي ولا ساعات انت تجيب واحد اليترونجي تجي تشوف واحد يقد لك الكارلاش تقول ماذا بيك تفرش فيه الكارلاش ويحسبوه بالكعبة راه بالكعبة بتاع كارلاش يلا اي اف ام تحط على ذمتكم اذاعة جديدة خاصة بالجي سي سي راديو جي سي سي باي اف ام 93.5 عيشوا جي سي سي تفاصيل كواليس حكايات السينما 24 ساعة 240 ساعة فيها على 93.5 دونك ايام قرطاج السينما اي باي اف ام اسمع السينما يلا من الحمزين يا صغيري بعد شوية نرجعوا اي اف ام غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الراف ماج البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش.
مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة. سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع ريف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل عبد برانشي إيا فامو ما سماري كانك تسوق برقاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري 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 برانشي إيا فامو ما سماري كانك تسوق برقاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري راسينكاري أمبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شلة ملمومة علي 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 صوت كلها هوني ثقافوت كيشاب قتل عنكبوت جوجل جوجل سيسمي بالنور يقود والحساب تحت الدود كل سؤال جواب بوم سوجل برانشي إيا فامو ما سماري كانك تسوق برقاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري 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 برانشي إيا فامو ما سماري كانك تسوق برقاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري راسينكاري
واحد. توا وقت صلاه العشاء في مدينه تونس. كل يوم غاسين كاري جديده على اي اف ام من 5 ل 7 تاع العشيه مع سامي بن نور. رجعنا في راسين كاري، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. حب الحي صديقي توحشت برشا بالحسن الشناوي يتمع فينا من اوتاوا، مرحبا بك بالحسن. اسمعنا ديما، شكرا لكم وين ما كنتوا في تونس ولا في خارجها. مرحبا، هذه راسين كاري باش نكملوا في الربريك نتاعنا زعما. عندي ثلاثة أسئلة فيما يخص زعمة، نرجعوا لها الربريك. جروب اليوم إبراهيم عبد الستار شادلي وأنس زعمة، صحيح فما رئيس بلاد أعطى نمره للشعب باش يتواصلوا معاه بالواتساب؟ أي فما صحيح صحيح نفكرها صحيح. وقتاش تفكرها؟ توا توا لا لا هذه فما واحد توا واتساب قيس عين. لا لا علاش ليه نجم يعملها قيس عين؟ من مره في الجزائر انتخابات تشريعيه، واحد الرجل الذي لا يغلط مهبط لافيش. وين؟ انتخابات تشريعيه الجزائريه. الجزائر مهبط لافيش الرجل الذي لا يغلق هاتفه وحاطط نمره تليفون. هذا اللي ريت هذاك. لا مش هو، مانيش رئيس جزائري. مش رئيس الحمد لله، هذا رئيس. رئيس سكر تليفون. سامحوني قص عليكم، انور الصحفي من الجزائر تو كلمني ويسمع فينا، دونك تحيه ليه. تحيه للجزائر كلها وتحيه للجزائر. الجزائر الشقيقه. يلا شكون الرئيس؟ الرئيس هذا في امريكا، رئيس نيكاراغوا الجنوبيه، امريكا اللاتينة، في الاوروغواي نيكولاس مادورو. فنزويلا. هو رئيس الفنزويلي في الشعبوية ولا علاش شعبوية؟ يزيد لا شعبوية والتفاهة. نيكولاس مادورو اللي أعطى نهار 1 ديسمبر 2020 نمرو ينجموا يتصلوا به معاه على الواتساب ولا تيليجرام. كان عمل الإعلان هذا في خطاب مصور وين قال: اعتبارا من اليوم انضم للكفاح من أجل الحق حول فنزويلا وشعبنا عبر الواتساب والتليجرام. وينضم للواتساب هو مادورو وما ينضم للتليجرام. قال هذا رقم الهاتف بتاعي 04-26-21-68-871. عاود للسادة المستمعين مش اضيفوني لمجموعاتكم. لا قبل كانت معش في السياسة ما يتذكر اللي توجيهات الرئيس، ما نحكيش على تونس برك، راهو فما حتى في بلدان أخرى الرئيس كل جمعة يظهر لي في حتى في أمريكا يعمل خطاب للشعب في التلفزة ولا في الراديو، يعني في النظم المعينة. علاش ليه مادام تطورت الأمور أنه يعمل نهار في الشهر بسكايب يحكي وتبدا منظمه الحكايه ويحكي مع مشاكل الشعب وكذا ويحاول يحلوا افشل انواع الرؤساء هذوما افشل. هذا يا السيد هذا معناتها الدولة هذه فنزويلا من أغنى الدول في العالم. وي من أغنى الدول. لكن النيفو دو في نتاعها يقول لك تعوم على بترول تعوم على بترول. الدولة هذه اليوم شعبها يعيش مجاعة مش فقر. مجاعة مستويات مستويات مش من هو فقط مستويات الانفلاسيون زاد الانفلاسيون تهز برويتها باش تاخذي بها برويتها فلوس. الرؤساء الفشلة نتاع الشعبوية اللي يا والله محلي عطاني مرول هذا لأنه فاشل، لأنه الرئيس اللي يخدم بالحق واللي حقق الرقي والازدهار ويعرف مصلحة شعبه بالحق ما يعملش شعبوية هذي. تو بيه يكلموه قديش في 25 مليون من فنزويلا، يكلموه 1% برك، يكلموه 250 ألف في النهار. شكون باش يجاوب؟ أصلا يعني. سي دو نامبورت كوا. هي شعبوية عندها عديد من الطرق توت فاسون. أون توكا. قاعدين نعيشوا فيه في عديد من بلدان العالم. ولا شعبوية. شعبوية. في قاية أخرى. ما نحكيوش الأكتواليتي في دول أخرى زاد الشعبوية عادية. ولكن لسنا عن البعد يعني بعد كبير على الشعبوية كذا. أي ولكن سامحني معناها. هذا يعني ان فيت السؤال الذي يطرح يقول انت كي رئيس دوله يعطي نمره ويقول اضيفوني على الواتساب شنو يعني المؤسسات بتاع الدوله اللي هي تحل مشاكل المواطنين شنو تعمل؟ شنو دورها؟ ما فهمتش ليه هو شنو يقول لك اسمع فما شغلنا كامل يجاوب كلمك حاجه اي واحد سامحني لا سؤال وكذا تفضل سي ابراهيم. لكن احنا كلنا عشنا حملات انتخابيه عشناهم انا عشنا حتى اللي وليوا رؤساء يبقى النمر بتاعهم كان اكسيسيب وقت الحملة الانتخابية. ما بين المظاهر الشعبوية اللي تبدأ في الحملة الانتخابية هو أنه النائب ولا رئيس جمهورية يعطيك النمر بتاعك ويقول إن فوا إلى بخي لو بوست. هاي الشعبوية صحيحة.
على الاقل هذا على دينه. هاو كانوا مرويا كانوا لقيتوني اوكيبيتهم. لا ابراهيم انا نصورها سي نورمال راهو يا اخي مش يقعد يجاوب على التليفونات. يا اخي ما على صنع على صنيع ما لا يتلهب دوسيات لا يشوف ايش فما في البلاد. معناها يجاوب على التليفونات معناها يخلق اليات راهو مش معناها شو معنى اليات؟ انه مش معناها معناها فما اليات موجوده. ما تجيش بالواتساب معناها احنا سواء سو بوست دو بريزيدون اكسيسيبل لتو الموند. اش معناها اكسيسيبل؟ من خلال دي سيرفيس اللي نجم هو يخلقهم باش معناها لي دونيون نجم تعمل ميل رئاسه الجمهوريه مثلا وهو عنده ايكيب كامله ايكيب كامله يشوفوا شنو الحاجات المهمه اللي لازم يشوفوا يمشيوا لها الحاجات المستعجله والحاجات اللي فيها مظلمه كبيره بالحق وحاجات هذم الكل ويقوموا بالاجراءات اللازمه وتدخل وهو يتواصل مع الكيب تاعو الناس الكل. انا نحب نعمل نعبي بدينار هذاك نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بعيد عن المواطنين نتاعو. انا مش نفس الشيء مش نفس الوقت اكيد يعني ولكن كانوا يبعثوا للقصر الرئاسي بورقيبه كان يخرج يبعثوا له جوابات للقصر يقراهم ويساعد قديش من جواب يجي سي الحبيب في النهار بالله تحسبوه قديش من جواب يجي تيزي بلاد واغلبهم عندهم سي على العويتي يزي بلا هدرة نتاعي يزيو بلا هدرة نتاعي بل سي الحبيب كان يقرا الجوابات يزيو بلا هدرة نتاعي يقرا واللي عديه له سي علالة سي علالة كي عدي له سي علالة اي فوالا فما سيرفيس مش رئيس الدولة رئيس الدولة يقبل السفراء ويقبل الرؤساء ويقبل وعنده خدمة خدمته اللي هي خدمته المطالب بها شو نقولوا قراه سي بورقيبة وقتاش ما وقتاش سي علالة وقت سي الحبيب ما كانش يقولوا قراه سي الحبيب كما توا ولا كما واحد اي ما تلتز الباب وتزور سي الحبيب كان ما كانش تزور سامحني عاد باب القصر محلول والله يرحمه نهار اللي مات الباجي قايد السبسي وانا بكرامتي حبيت نعزي العائله وانا ما نعرف حد منهم تخلت قلت لهم نحب نعزي الرئيس دخلوا في غيار حاله خاصه اي هذاك حاله خاصه يلا زعمة صحيح فما موظف البنك سرق 88 الف دولار ما فقوش به كان بعد ما هبط التصوير على انستغرام معاه الفلوس صحيح نتصور صحيح. صحيح في تونس ولات الفلوس عاديه. انا فما حاجه قبل نجاوب على السؤال هذا فما حاجه هي في نفس الوقت نعرفش تظهر سمباتيك للبعض ولكنها تحز في النفس بصراحه يعني وليت اي واحد مثلا يقول لك رقى فلوس شال الجحم لمولاه وليت معناها تندر كبير ولا مثلا واحد يختلس من بانكه ولا شنو يسافر صحته راجل يقول لك انا اختلست وش يهمكم فيا ما نعرف شنو ولا بالنسبه يطلع والبلاد هذه يطلع بطل راهو الاخلاق والقيم ما تبدلش ما تنجمش الانسانيه تتخلى عليها راهو القوانين نعاودها ديما نقولها انه القوانين تعملت على عسس الاخلاق هذا اللي ما نزلنا ديما ما ننساوهش اسمه أرلاندو أندرسون موظف في بنكة في كاليفورنيا عمره 29 سنة في 2019 سرق أكثر من 88 ألف دولار ما شكوش فيه جات الشرطة ووصلت تدخل الـ FBI باش تحل القضية ذي كان هو مستبعد تماما من دائرة الاتهام هذه تصويرته على الباج اف ام أما عمل غلطة كبيرة وينهب التصوير على انستغرام شادد الفلوس وبحذاه مرسيدس يا اخي جاو حقه معاه وفاقوا اللي هو اللص في الاخر وفلوس الحرام تمشي في الظلام يلا وسيم حاضر اي اف ام انفو ترافيك اي اف ام انفو ترافيك عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل على اي اف ام احلى راديو تعطيل كبير في الحركه المروريه نيفو رون بوان باب سعدون وكيف كيف في الجي بي سيت مازالت الحركه معطله نيفو سان كليمون ويتواصل التعطيل في حي الخضره نيفو شرقيه 2 والحركه ثقيله في شارع ياسر عرفات نيفو تيرمينال 2 على لوتوغوت السيركيلاسيون مازالت معطله للناس اللي ماشيه في اتجاه سوسه نيفو دي بوزفيل اما في سوسه باش تلقاو شويه تعطيل في جي بي ان نيفو حي الجوهره وفي سفيخس امبوتياج كبير في شارع الشهداء نيفو باب الجبلي سينو الحركه خفيفه وعاديه في بقيه الولايات نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فيما فوت خفيك ولكن عندكم اي خبر يهم الطريق نجموا تكلمونا على 58 550 711 دبا دبا في الكياس وطريق سلام الناس كل كل سبت كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل. إيه نعم ما درت رابر و إي إف إم ورد ما زرت الصغير ما كبرت وقت اللي أنا مبوج يقول لي أنت إش درت كوكي وقال لي مرت صرت أي إم جيتن ها صرت صرت جرماك خلي الناس الكل تفهم اللي أنت جرماك باك باك وري ري أتاك وري كليك كلاك رابر تشيك 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 سلام دانك إيفري وري تو ما شاك هذي رابر
Sweet rap, old school with rap, and we don't stop. Cookie girl, I get him up, hit him up, beat him up. Rap early, sit him up, sit him up, sit him up. برنامج الراب الأول في تونس رابور بنات اللي نحبوها حتى فشتين نسخنوها وكريم دي سرديشة نتبنوها غسيت سهلة وبنينة تاخدوا دانات شوكولا نوازيت ولا فاني صبوها في كسرونة وعلى نار هادية تحركوها وفي ظرف 3 دقائق تستمتعوا ببنت دانات سخونة دانات بنت الشوكولاتة سخونة ومنفعة 70% حليب دانات الدف اللمة من 5 ل 7 يفن راسين كاري سيري بالنور. رجعنا في راسين كاري حلقة اليوم فيها عبد ستار شادلي إبراهيم وأنس بن مالك. يلا بشوية تقديم خلينا ناخذ درجين لعب شوالي 12 درجين ساعة 11 إبراهيم ممثل تونسي احرز على جي سي سي اي ديما جي سي سي على التانيث ذهبي عن فيلم عراء 60 شكون احمد حفين احمد حفين برافو خاطر مش معه هو الممثل الوحيد اللي خذاه دو تانيث دو هو اول تانيث خذاه على عراء 60 عراء 60 2002 برافو هو الممثل الوحيد اللي خذ دو تانيت السوري اللي عنده دو تانيت واحد على رايستين والاخر على فيلم مع محمود بن محمود فتوى محمود بن محمود واحمد الحفيني يعيش توا في ايطاليا فهمتني وما بين تونس وايطاليا تحيه ليه ان شاء الله اول ما يبدا في تونس نستدعوه محذينا خاطر يعجبني ما احلو ياسر يلا ابراهيم سؤالك نعرف عليه سؤال نعرف ابراهيم عليه سؤال وخاطر مش محضر اسئله نعرف ياسر الحاجه جات قال له مثل تونسي ياسر مزيان قال له قمح بلادي نعرفوا شكتع مقبول يا السؤال الثاني شنو هي الفريكونس نتاع راديو جي سي سي قدامي 93.5 راديو جي سي سي بالحق ممكن تظهر لكن حدث كبير بالنسبه لكل لانه اول مره في تاريخ تونس مهرجان يعمل راديو موجات خاصه ليه يعمل موجات خاصه به وموجات على على الاف ام على اف ام اون بليس الكورونا جات الكورونا الموجات هذه مش تبث على 100 كيلومتر مربع محيط انا مش تبث حتى ممكن حمامات ونابل ومشتاق على برمجتها معناها تو احنا على في بث تجريبي ونهار الجمعه انطلاق ان شاء الله انطلاق برمجه افيك اون غري سي بيان فعليا يعني فوالا فكره حلوه نستدعاكم يا جماعه سؤال ابراهيم حاضرين معنا ان شاء الله ابراهيم الثقافه لانطلاق البث الصحيح نتاع ابراهيم نتاع راديو جي سي سي هل انه صارت قبل مهرجان يعمل فريكونس في العالم ما صارتش في تونس اول مره معناها لا حتى انا ما نعرفش معناتها كان مثلا عمل لا ما نجمش كان ما وصلش يعمل اون بوند افير ولا فينيز ولا برلان ما فماش اول مره تصير في ما نحكي لك على فوالا الفو فالوريزي سا ابراهيم فما مهرجانات اللي ممكن تبث على ان اي في محليه اذاعه محليه ولكن في الكازينو دنيس ولا حاجه مده 15 يوم معناها على فام على فام بعلاقه براديو مشكوره ان تبث على 100 كيلومتر سي بيان سي بيان اسمع السينما اسمع السينما هذه السلوغان تاع الاي اف ام اللي تحط على ذمتكم اي اف ام دونك اذاعه خاصه بالجي سي سي على 93.5 شنو عملت سنغافوره باش تحارب الناموس شنو عملت سنغافوره باش تحارب الناموس زرعت حاجات سنغافوره تعرفوا مثلا في الحرب العالميه الثانيه الجنود البريطانيين معناتها بالقضاء عليهم الناموس قبل ما الحرب وماتوا برشا في عندها علاقه بالنباتات لا لا ما عندهاش علاقه بالنباتات سامي عندها علاقه بالموسيقى لا استصلاح ال شيحوا الماء هما شيحوا ديجا ما مازال الناموس كبير برشا شنو عملوا؟ حلوا لي شوفاج الكل نتاع لا قتلوهم بالسخانه نوع من المبيدات سا سخي ترو كلاسيك لا ياما ياما طريقه طريفه وطريقه ايكولوجيه وناجعه 90% هي وانهم صنعوا ناموس
في النهار يسيبوا مليون ناموسة في النهار اصطناعية تأكل الناموس ناموس معدل جينيا معدل جينيا ناموس معدل جينيا معناتها يتعمل في اليرقات ويتولد بيانسير ويعملوه تحت سيطرة متاعهم والناموس هذا الخاصية متاعه أنه أكبر وأكثر قوة من الناموس العادي ويأكل العادي لا وما يجيبش ما يخلفش استغيل دونك الطريقة هذه تساهم وأنها 90% تقضي على الناموس من غير يعني يقتل الناموس العادي ما يقتلهاش لا يتزوج معها وما معاش تجي هي عمرها صغير عمرها قصير الناموس عمرها قصير فتزوج فكي هو اللي خاطر يبدا اقوى من الذكر العادي فهمتني فما يجيبش ما تجيبش يرقات فبطريقه هذه 90% من الناموس انقص في سنغافورة بالطريقة الإيكولوجية يعني كسر السير الطبيعي البيولوجي كل شيء عملوا يسيبوا في واحد ملايين ناموس خارجي ما عطوناش منه هاو تحسب خصي جو جديد أنا علاش ما ناخذوش من عنده هاي سياسة نجموا يوردوها تحديد النسل سياسة حلوة تحت تحديد نسل هم ينجموا يوردوه الناموس هذا العالم بعد شي يوردوه ما بدبياتهم أنا ما بزي يدي نثبت سيمي انت عديك فما حد عديك وليت هكا لا والله اليوم انا سؤال تاعي طريف ولكن جميل لا انس امور واضحه طريف سؤالي طريف جدا جدا ما هي اطول احكام السجن بالعالم وشكون اللي يستحق الاسم نتاعو كانه طرحناه حاجه من اطول حكم حتى. سجن يظل 125 الف سنه ولا حاجه هكا ولا 116 الف ولا حاجه هكا كانوا طرحناه سؤال حتى جا قدامي معناه 100 واش 1000 100 واش 1000 لا انا مش حاضر حتى في ال 100 واش 1000 141 الف سنه والصادره ضد يعني هذه شاموي تيباسو عام 1989 في تايلاندا بعد قيامه باكثر من 16000 عمليه احتيال وسرقه وصلت قيمتها الى مليوني دولار وهذه توب 1 راه فما توب 2 و3 و4 و5 لا سامحني في التوب 5 فما خمسه هذه الاولانيه هي الاولانيه اي مش توب 1 توب 2 توب 3 فما التوب في ان هي التوب نمبر 1 هاي بس على سبيل النكته مره هذه واقع حقيقيه واحد عنده برشا من المحاكم من المحاكم صادل هذه حلوه هذه نعرفها صادل المحاكم عنده برشا شيكات تو بمبيت عليها ما تجيش تضحك حكم يا اخي حكم عليه ب 124 سنه هو سمع الحكم المتهم قالوا سيد الرئيس ديناصور قدامك مكمل قالوا ديناصور انا اي حكم تاع الديناصورات يلا به انا كالعاده نفركس على مطرب تونسي هو اول عناصر المجموعه الصوتيه للاذاعه التونسيه انضم لها عام 1957 معاه كانوا في المجموعه الصوتيه سي شادلي انور سي احمد حمزه سي محمد سيسي وغيرهم مصطفى شارفي لا من ابرز اغاني باش نعطيكم اغنيه من ابرز دقة طبول الفرح يدير تعامل مع الهادي جويني والناس كريم محمد ساسي مغني ولا ملحن مغني تعامل مع ملحن لا وتفرغ في السنوات الاخيره من حياته للعباده والانشاد الديني لا العباده والانشاد الديني لا والقيام بشؤون جامع محمد بي المرادي جامع سيدي محرز المعروف بجامع سيدي محرز توفى في أوت 2010 عن سن تقارب 90 سنة عنده زاد من الأغاني أهم الخلخال يا خال طير الصباح غنى وكان يعرف بكحلاوي تونس أي 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 اللي هو محمد كحلاوي لا ما كان يعرف قصير خاطر قصير برشا هو قصير يا ما نسيته القصير ولد بفريقه ساعة سي محمد الفرشيش معرفوش منعرفوش انا منعرفوش هذيك صح اما حكايته يعني نتاع شخصية يعني داير في الحفلات النواغ بلان في التلفزة ديما موجود ديما موجود وعنده مجموعة من الأغاني معناها احنا حلوة معناها شعبية معناها شعبية هذاك علاش داير كمل مفتي لا كمل اللي يخدم في بيت ربي انشاد فما أغنية معروفة هاني قلت لك باللحن أشهر أغنية لي دقة طبول الفرح وجات فرسان العرب معروفة الأغنية دقة طبول الفرح وجات فرسان العرب والقلب ران وانشرح
وقت اللي هذا تعرف باش تعمل وقت اش تعملت هذا هذا وقت اللي تعملت وقت وقت القمة الإفريقية. غنية يعني يلا ديليفري. إبراهيم أكثر المخرجين التوانسة تتويجا في جي سي سي نوري بوزيد. هو نوري بوزيد. نوري بوزيد أكثر. عن عن فيلم إذا كان كومول نتاع جوائز ريح الصوت. ريح الصوت صفيح من ذهب. لا ما خذاش في سلطان. لا صفيح من ذهب. لا لا ما خذاش. فكنت صفيح من ذهب كان في كان وقتها في الكومول. آخر فيلم آخر فيلم آخر فيلم الذهب خذا عرس 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 ستين خذا البرونزية الفضية الفضية. أما النوري عنده لي سول اللي عنده زاد زوز تاني ذهبي معناها في ال هو اللي تو اسمه كوثر بنانية شكرو خذيت زوز. لا كوثر خذيت خذيت على الفيلم. ولكن هو من اكثر الوثائقي مخرجين تتويجا. خذيت على الفيلم الوثائقي تاني دور ذيك. عندك سؤال؟ عندي بيان سور. هذيك وثائقي وقتها. سلمى تكره الثلج سي صار. اي وثائقي في زينب تكره زينب تكره الثلج. هذيك خذيت. احنا وقتها عملتها نحينا الفرق. اي ما خذيت وقتها حبوه الناس كل. يلا انس. عندي سؤال ما عدا عبد الستار. خاطر عمو ولا خالو باش يجي. نحكيو على شاعر تونسي مولود في سنة ولد عم مماتي شقيقة مازلت ما تكلمتش. ولد عم مماتي مولود عام أمير الشعراء عام 1881 وجاركم مقابل دار عزيزك عام 1881 توفي في جانفي 1954 ولد بباردو. لا لا عبصار ما تقول حد فهمتي. وكان ميال ياسر شعر من الصغر. شنو كتب مثلا؟ كتب برشا اغاني. ايوه عنده برشا ما عنده برشا دواوين وكتبوا له اولاده كي ولده ولده بقيه الدواوين بقيه الدواوين وبعده لقب بامير الشعراء وشاعر تونس. كان يقول بالدارجه وبالملحون معنى الدارجه بالفصيح مثلا بالفصيح. هو اللي كتب صديق مماتي. هو كتب صديق مماتي اغنيه عزيزي خاطر كانوا مقابلين بعض. اي خاطر هو كان الوكيل نتاعها اغنيه اسمها صديق مماتي. اما مثلا هذا وقت اللي تنفسد المنصف اختار مشي تنفى معاه. اختار مشي مشي معاه وزوجته الحسينه يرحمها بعثت له جاب كلمته ولا حاجه كي قالت له اولادك وكذا بعث لها ملزومه يقولها يا عشيرتي قداش قلبي اشتاقك لوم المنصف منطق فريقك. جاوب انت عبد الستار وعنده قصيده كي مشى كي رجع سي الحبيب من المنفى نتاعو 38 مشى يسلم عليه رغم اللي هو كاتب العام تاع الحزب الحر الدستوري القديم. فلا مو جماعه الحزب القديم. شنو الاغاني اشهر اغاني؟ لا لا مش اغاني لا شعر. مشى يسلم عليه فلموه قالوا له كيفاش قالوا قصيده وفاك من ترك السياسه جانبا واتاك لا متحزبا بل صاحبا لو سيدي محمد الشاذلي اللي خزنا دار. تعرف شنو طبعا. يلا شكرا لكم. اي امير الشعراء شكرا لكم. كانت هذه راسين كاريت. تلقاو غدوه ان شاء الله في حلقه جديده.